معلومات عن عصافير البادج الاسترالي متى يبلغ وكيف نعرف الفرق بين الذكر والانثى وما هو موسم تزاوج هذا العصفور ماذا ياكل عصفور البادج الاسترالي وما هو موسم تزاوج هذا العصفور وكم تضع الانثى من البيض وما هي مده تحضين البيض النصائح عند ذهابك لشراء هذا العصفور. كل هذا واكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو فتابعونا ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك دعما للقناه لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من قناتكم الحياه عجائب. نتكلم اليوم عن عصفور جميل يتميز بالوانه الساحره الخاطفه للابصار اولا كيف نعرف عمر الطائر نستطيع ان نحدد عمر هذا العصفور من خلال حدقه العين من خلال النظر في عين هذا الطائر فاذا لم يكن له حدقه اذا لم يكن له دائره بيضاء حول عينيه كما في الصورة فإن هذا يدل على أنه ما زال فرخا صغيرا بعمر شهرين أو ثلاثة وكلما كبر الطائر كلما اتسعت الحدقة وكلما ظهر هذا الخط الأبيض حول العين وكلما قل سواد العين كما في الصورة ولكن متى يبلغ عصفور الباتجي الاسترالي يبلغ هذا العصفور بعمر سته اشهر ومن الافضل ان نتركه حتى يبلغ الى عمر سبعه او ثمانيه اشهر ولكن ما هو موسم تزاوج هذا العصفور ان هذا العصفور من اكثر العصافير انتاجا فهو يفرخ كثيرا في السنة الواحدة فقد يقوم بالبيض في السنة الواحدة من أربع إلى ست مرات في السنة الواحدة، وهذا إنتاج كثير جدا، ولكن كم تضع أنثى البادج من البيض في كل مرة؟ تضع الأنثى من أربع إلى ثمان بيضات كحد أقصى. عن مدة تحضين البيض فإن البيض يحتاج إلى أربعة عشر يوما أو سبعة عشر يوما إلى عشرين يوما كحد أقصى ويختلف ذلك بحسب درجات الحرارة. وتحتاج الفروخ من أربعة أسابيع إلى ست أسابيع حتى تعتمد على نفسها في الطعام والشراب. ماذا يأكل عصفور الباج الأسترالي؟ إن هذا العصفور يتغذى على الحبوب كالبلكم والفلارس والدنيبة وبذور الكتان، وهذا الطائر يعتمد على الحبوب بنسبة تصل إلى تسعين بالمئة، فمن أهم الأشياء التي يجب أن توفرها أمام هذا الطائر يوميًا الحبوب كما ان هذا الطائر ياكل الخضروات وياكل الفواكه بجميع انواعها ويجب عليك الا تكثر من تقديم الخضروات والفواكه لان هذا الطائر طائر ضعيف ثرت له في وضع الخضروات والفواكه ان يصاب الطائر بالاسهال فمن المهم ان تقدم له الطعام اللين كالخيار يقدم لهذا الطائر مرتين في الاسبوع كما ان الاكل اللين يجب الا تكثر لهذا الطائر من الاكل اللين حتى لا يصاب بالاسهال ومن المهم جدا التنويع في الطعام فيجب تقديم الحبوب بصفه يوميه مع تقديم بعض الخضروات والفواكه مرتين او ثلاثه مرات في الاسبوع ولا تكثر من وضع الخضروات والفواكه ولا تضع الاكل اللين كثيرا امام هذا العصفور حتى لا يخرج عليه فضلاته ثم يتلوث الطعام وياكل الطائر من الطعام الملوث ويصاب بالأمراض المعوية مع موسم تزاوج هذا العصفور فإن أفضل وقت لموسم تزاوج هذا العصفور يكون من شهر سبتمبر أو من شهر أكتوبر إلى شهر يونيو هذا هو أفضل وقت لوضع البيض واحذر ولا تجعل هذا العصفور يبيض في فصل الصيف إلا إذا وفرت له بيئة مثالية ودرجة حرارة معتدلة كم يعيش طائر البادجي؟ إن متوسط عمر البادجي ثمان سنوات وقد يصل إلى ثماني عشر سنة إذا توفرت له العناية وإذا توفر له الاهتمام مع معرفة الفرق بين الذكر والأنثى فالأمر بسيط جدا كما في الصورة فنستطيع أن نتعرف على الفرق بين الذكر والأنثى وذلك عند البلوغ فنجد أن الذكر يمتاز بلون الكير الأزرق أما الأنثى فيكون لون الكير عندها الكير اي فتحتي الانف كما تلاحظون الذكر يمتاز بلون الكير الازرق والانثى تمتاز بلون الكير الفاتح يختلف لون الكير باختلاف كل طائر ونوعه واختلاف طفرته ولونه كما هو واضح في الصوره اما عن مناعه هذا الطائر فان مناعته متوسطه فهو من الطيور ليست قويه المناعه فهو لا يتحمل البرد الشديد ولا يتحمل الحر الشديد وكذلك ايضا جهازه المعوي جهاز ضعيف فان اكثرت له في اكل الخضروات والفواكه قد يصاب الطائر بالاسهال ويصاب كذلك بنزلات البرد لذا يجب عليك ان تحافظ على هذا الطائر وعند الاهتمام بهذا الطائر فانه سيعيش معك فترات طويله دون اي مشاكل نصائح عند ذهابك لشراء هذا العصفور اولا تاكد من ان منقاره سليم تاكد كذلك من حركه الطائر وانه طائر نشيط وليس كسولا وليس به كشه في ريشه فهذا دليل على المرض تاكد من ان فتحه الاخراج عنده جافه ولا يوجد عنده اسهال اقترب من القفص وحاول ان تمد اصبعك نحو القفص لترى رده فعل العصفور هل هو نشيط ام غير نشيط ام انه جالس في قعر القفص فهذا دليل على المرض يجب ان تتعرف وان تستطيع ان تميز بين الذكر والانثى حيث ان بعض الناس ممن من لا امانه عندهم يبيعون ذكرين على انهما ذكر وانثى عليك عند شرائك لهذه العصافير أن تشتري العصافير الفاتحة صاحبة الألوان الجميلة ابتعد عن الألوان الغامقة ابتعد عن الألوان السوداء أو الألوان الخضراء واشتري دائما الألوان الصفراء أو البيضاء اشتري اللاتيني أو الألبينو أو الرينبو اشتري الألوان الجميلة فإن إنتاجها يكون جميلاً، وابتعد عن الألوان الخضراء أو الزرقاء أو الألوان الغامقة. يجب عليك أن تدرك عمر الطائر وأن تستطيع أن تتعرف وأن يكون عندك خبرة كيف تعرف عمر الطائر من خلال الخطوط العرضية على رأسه، فإذا كانت كثيرة كما في الصورة فهذا يدل على أنه صغير. العصافير البالغة يكون رأسها صافية ليس بها خطوط عرضية. يكون الرأس صافية ويكون المنقار زاهيًا ويكون الريش أكثر إشراقًا وأكثر جمالًا. كما أن حدقة العين تكون أكثر اتساعًا. وفي نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم بكل ما قدمناه لكم من معلومات ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك والسلام عليكم